كاميرا بورصة الرأي انتقلت إلى العاصمة السعودية الرياض وسألت عينة من المواطنين هناك عن توقعاتهم من القمة الخليجية الأمريكية. المواطنون الخليجيون ينتظرون من القمة أن تعزز التحالف التاريخي والاستراتيجي بين دول الخليج والولايات المتحدة، وأن يبقى هذا التحالف متينا على كافة الصعد. أعتقد أن القمة الخليجية الأمريكية في كامب ديفيد لن تؤدي إلى نتيجة جيدة بالنسبة لدول الخليج، مجرد يعني طرح آراء ورؤى معينة وبحث بعض القضايا الحساسة والمهمة، لكنها لن تخرج بنتائج إيجابية. ننتظر وضوح في الرؤية، موقف أمريكي واضح وليس كما كان مثلا في القضية السورية عندما كان تحدث أوباما عن خطوط حمراء ثم تجاوزها بشار الأسد، ثم لم يتخذ أوباما وإدارته أي خطوات جدية بعد كسر هذه الخطوط وتجاوزها. كل هذا يجب أن تثق الشعوب الخليجية في الموقف الأمريكي حتى في قضية مكافحة الإرهاب.